كبير جدا طبعا، وزي ما قال احد ضيوف حضرتك الكرام انه ده في النهايه عمل بشري، لو نظرنا له كمصريين من حيث انه عمل بشري كلنا هنرتاح. الدستور خرج في 247 ماده تقريبا، انا ممكن اكون ليا تحفظ على 7 مواد، لكن في 240 ماده كافيين. وان كان انا يعني فنرجو جميعا كمصريين ان ننظر الى هذا الدستور انه خرج من بشر اجتهدوا كثيرا. ربنا يعلم احنا اشتغلنا قد ايه، ويمكن الاعضاء الاساسيين اشتغلوا اكثر مننا كمان. ربنا يعلم احنا يعني كنا حريصين ان احنا نخرج هذا الدستور بالصوره اللي تليق بالشعب المصري. اعتقد انه في النهايه خرج بصوره مرضيه لينا احنا، على الاقل الحكم في النهايه يبقى للشعب مصر. ما يعنيني اكثر من النسبه اللي هتصوت على الدستور بنعم، لاني شبه واثق بفضل الله من ذلك، يعنيني اكثر خروج عدد كبير جدا من الشعب المصري ممن له حق التصويت ليثبته للعالم كله، لان معنى خروج الجميع سواء قال نعم او لا معنى موافقته على خارطه الطريق. وان شاء الله اول استحقاق فيها يكون الاستفتاء على الدستور ان شاء الله، والعجله تمضي بنا، وان شاء الله يعني ناتي للاستحقاق الاخر سواء كانت الانتخابات الرئاسيه او البرلمانيه. بالتاكيد. استاذ معتز دعني انتقل مره اخرى الى الدكتور عبد العزيز النجار من علماء الازهر. دكتور عبد العزيز، يعني كانت هناك بعض الاصوات الكثير يراها طبعا انها كانت اصوات نشاز تحاول ان تشكك في هذا الدستور، وانه يبدد بعض المواد المتعلقه بالشريعه الاسلاميه وهويه الدوله الثقافيه وما الى ذلك. الى اي مدى تستطيع ان تقول ان تم تبديد هذه او هذا الكلام وتكذيبه بما لا يدع مجالا للشك بانه تم التاكيد في الدستور على هويه الدوله الثقافيه والدينيه؟ والله حضرتك يعني انا اكد يعني اظن انهم سيشككوا فيما بعد فينا نحن اننا لسنا بمصريين، يعني هم فاضل انهم يشككوا في الشعب ان احنا شعب مش مصري وان احنا شعب بندس، لان هؤلاء لهم اهداف ولهم اجندات، وهذه الاجندات صارت معلنة وصار هناك تبجح في التمويل لهؤلاء ودعم لهم يعني من بعض الدول الخارجية دون يعني ما ينظرون إلى الشعب المصري وإلى متطلبات الشعب المصري. فهؤلاء يعني يشككون في كل شيء. نعم، يعني نتحدث عن المواد الخاصة بالدستور، كان هناك أيضا جدل حول المادة الثانية والمادة 219، يعني بعض المواد المتعلقة. يعني أستاذة الفاضلة، أستاذة يعني أستاذة، لا يمكن أبدا أن يتفق بشر بالاجماع على صنع بشر، هذا امر مستحيل. ولكن ما دام ان احنا عندنا الاغلبيه ان شاء الله باذن الله ستقول نعم للدستور، يبقى اذا هو مرضي، واذا قضيه الهويه قضيه ما يصحش ان حد يتحدث فيها، لان الشعب المصري راضي عنها واختارها وصوت لها بنعم. اما هؤلاء بقى الذين لهم اجندات فيعني نقول لهم ارحمونا، ودي مصر، ومصر لابد ان تكون فوق الخلافات وفوق الجميع وفوق الدعم المادي الذي ياتي من خارج مصر والدعم الاعلامي. ما كل هؤلاء يعني راعوا حرمه مصر وشعب مصر. مصر بلد الازهر، لا يمكن ان يشكك احد في هويتها او في مرجعيتها او في دينها او في عقيدتها او في وطنها، هذه كلها ثوابت عند الشعب المصري. اما هؤلاء لهم اجندات خاصه ولهم مصالح فعليهم ان ينتهوا. الدكتور عبد العزيز النجار من علماء الازهر الشريف، اشكرك شكرا جزيلا، وانتقل مره اخرى الى الدكتور مختار غباشي من المركز العربي للدراسات. دكتور مختار، كانت هناك بعض التحفظات وكان هناك بعض الجدل الدائر حول بعض المواد المتعلقه كما ذكرنا من قبل حول المحاكمات العسكريه، حول تعيين وزير الدفاع وما الى ذلك. الى اي مدى يمكن ان ترى ان هذه المواد الخلافيه يمكن ان يتم تخطي هذه العقبه فيما بعد؟ يعني بالتأكيد ما أثرتيه سعادتك بخصوص المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا، في خصوصا عند التعدي على مؤسسة عسكرية أو عند وجود مشكلة أو قضية طرفها رجل عسكري وأثناء خدمته، دي مسألة أثارت جدل كبير جدا في هذا النطاق. وأتصور أن من الممكن يعني النظر إليها خصوصا في البرلمان القادم أو بعد فترة زمنية محددة. ربما طبيعة هذه المرحلة بالذات استدعت وجود هذا النص بدرجة او باخرى، خصوصا بانه الواقع السياسي الان والاستقطاب السياسي الحاد اللي موجود استدعى وجود هذا النص. لكن النص الاكثر اللي اثار ضجر كبير جدا وهي مسألة اخذ رأي المجلس الاعلى للقوات المسلحة في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين، دي المسألة اللي اثارت جدل كبير، وقيل في هذا السياق ان ده يعني ترضية او ارضاء للفريق السيسي على دوره في 30/6 و3
7، لكن من الممكن ان يتم النظر اليها اذا ما استقرت الامور فيما بعد. لكن المادتين دول بجانب المادة 219 وهي المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية اللي أحالوا فيها في الدباجة إلى التفسير الخاص بالمحكمة الدستورية، وكثير جدا من الفقهاء الإسلاميين يعني ارتضوا هذا الوضع ولا نريد يعني أن نستفتي أو أن نستفتى في ذلك. لكن أنا كما أوضحت الدستور كمجمل عام هو دستور جيد جدا، من الممكن التعويل عليه وهو كافي في هذه المرحلة على الأقل، والدستور ليس مقدسا، من الممكن أن ينظر إلى بعض نصوصه فيما بعد إذا ما تحسنت الأمور، مع الأخذ في الاعتبار النصوص القانونية التي سوف تنبثق عنه أو اللوائح القانونية اللي هيتم تشريعها فيما بعد، وده الهم الأكبر اللي أتصور أن الحكومة والمشرع سوف يتداركه. دكتور مختار غباشي من المركز العربي للدراسات، أشكرك شكرا جزيلا، وأنتقل مرة أخيرة إلى الأستاذ معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين. أستاذ معتز، إلى أي مدى شعرت أن الشباب أخذوا حقهم في هذا الدستور؟ نعم. يعني اعترفت قبل كده سيادتك لأكثر من حد كلمني في موضوع الشباب، أن الشباب اللي كانوا ممثلين في لجنة تعديل الدستور كانوا أكثر من رائعين، كانوا أغلبهم يعني تبوا المقاعد في اللجنة مقررين لتعديل معظم اللجان، كان أداهم أكثر من رائع، وأنا شخصيا كنت بتعلم منهم يعني، وإن كنت أنا في مرحلة بين الشباب وما دونهم وما أكمل وما يعني خلافهم، لكن أنا بصراحة كنت يعني معجب بيهم وبدائهم، وأكثر من النسبة خصصت لهم في المحليات، النزول بسن الترشح لمجلس الشعب، النزول بسن الوزير، النزول بسن رئيس الوزراء، يعني من الممكن أن يكون رئيس وزراء مصر القادم شاب، لأن حددنا في نظام الحكم أن سن رئيس الوزراء يكون 35 سنة، الوزير 30 سنة، أعتقد الشباب أخذوا حقهم كفاية يعني بما فيه الكفاية إن شاء الله، عليهم هم يثبتوا دور أكبر كمان إن شاء الله بالانخراط في الأحزاب السياسية والتجمعات، خوضوا الانتخابات القادمة إن شاء الله سواء كان في قوائم مستقلة أو في حركات أو في أحزاب إن شاء الله، ونشوف منهم عدد كبير جدا إن شاء الله أعضاء في البرلمان القادم بإذن الله. الدكتور الأستاذ معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، أشكرك شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا كانت هذه آراء مجموعة من النخبة المتخصصين فيما يتعلق بدستور 2013، ولأي مدى يعكس روح ثورتي 25 من يناير و 30 من يونيو. كاميرا همزة وصل نزلت أيضا إلى الشارع المصري لترصد آراء المصريين في الشارع حول هذا الدستور. نتابع هذه المجموعة من الآراء ونعود مرة أخرى لنستكمل هذه الحوارات. الدستور ده انا حاسس بيعبر عن الثوره ويعبر عن اللي كان الشعب عايز يوم 30 يونيو، وان شاء الله الناس تقول عليه رايها بايا كان الصوره نعم او لا. الناس عملوا مجهودهم ما شاء الله، والاستاذ عمرو موسى ما شاء الله يعني عملوا ما فيه كفايه، واللجنه كانت ما شاء الله كنا متبعين الموقف انها على حق ونخلي البلد تمشي. الدستور كويس يعني مش وحش وبيحقق مطالب الثوره وعايزين الدنيا تهدى بقى ونقول نعم ان شاء الله. الدستور ادى لكل واحد لا لابد ان احنا نخرج نخرج يعني ما نقولش نعم للدستور، احنا نخرج كفرحه بالدستور الجديد. مرحبا مجددا. إذن هذه كانت آراء مجموعة من المواطنين في الشارع المصري، سنرصد أيضا في هذه الفقرة مجموعة من آراء المتخصصين والخبراء في هذا المجال. سيكون معنا الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون، الأستاذة شادية حسنين الناشطة الحقوقية، وأيضا الأستاذ محمد مجلي الصحفي. لنبدأ بالدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون. دكتور صلاح، يعني بداية نبدأ بالسؤال التقليدي سؤال الحلقة، إلى أي مدى ترى أن هذا الدستور يعكس مطالب ثورتي 25 من يناير و 30 من يونيو؟ بالفعل يعكس هذا الدستور متطلبات جموع الشعب المصري التي طالبوا بها في ثورة 25 من 2011 و 30 يونيو 2013 في كثير من المواد التي حواه هذا الدستور، سواء باب المقاومات الأساسية للمجتمع أو الحقوق والحريات ونظام الحكم، وحتى أيضا في الأحكام الانتقالية
التي جاءت في اواخر نصوص هذا الدستور. طبعا بذكر على سبيل المثال لا حصر، طبعا تكفل الدوله كثير من الخطط الاقتصاديه للمناطق كانت محرومه فترات طويله ايام عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح، وخاصة سيناء التي أصبحت مرتعا للإرهاب الذي بدأ يهدد الأمن القومي المصري. وأيضا الاهتمام بأشقائنا في سيناء الذين حرموا كثيرا من سواء من التعليم أو الفرص العمل أو في الزراعة أو غيرها، أيضا مناطق مثل مناطق النوبة التي حرمت أيضا بسبب مشروعات تنموية أو خلافه، أيضا حوى هذا الدستور الجديد في الأحكام الانتقالية. أيضا كثير أن الدولة تلتزم بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، أيضا تلتزم الدولة بأن تعيد أشقائنا سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتعمل على تنمية هذه المناطق للفترة 10 سنوات بحد أدنى. أيضا هذا الدستور أعطى حقوق لأشقائنا المسيحيين شركائنا في الأرض والوطن، كون أن هؤلاء أشقائنا المسيحيين كثيرا ما طالبوا بترميم الكنائس وبنائها وإنشاء دور قانون دور العبادة الموحد. التزم هذا الدستور أيضا في الأحكام الانتقالية بأن ألزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون لترميم الكنائس وبنائها ودور العبادة بكافة الأديان السماوية. أيضا التزم هذا القانون، دائما نرى كلمة يلتزم أو تلتزم الدولة بخلاف كلمة يكفل كما كان في بعض نصوص دستور 71 أو 2012 الذي تم تعديله وصدر على نهج هذا الدستور الجديد الذي نحن بصدده الآن. أيضا حقوق المرأة، حقوق الشباب، حقوق ذوي الإعاقة، حقوق الأطفال، حقوق العمال والفلاحين، وليس كما يزعم ويدعي البعض أنه قام بإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، كون أن هذا النص الدستور جاء بنصوص عديدة كفلت حقوق العمال والفلاحين سواء على مستوى المجالس النيابية بشكل عام ومجلس النواب القادم بشكل خاص. طيب سنتحدث بشيء أكثر تفصيلا عن قانونية أو إمكانية تغيير بعض المواد فيما بعد، ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذة شادية حسنين الناشطة الحقوقية. أستاذة شادية، إلى أي مدى تتفقين مع ما أسرده الدكتور صلاح من أن هذا الدستور جاء ليحافظ على حقوق العديد من الفئات في المجتمع؟ أستاذة شادية؟ أستاذة شادية هل أنت معنا؟ طيب يبدو أننا فقدنا الأستاذة شادية، سنحاول الاتصال بها مرة أخرى، ولكن دعوني أنتقل للأستاذ محمد مجلي الصحفي. أستاذ محمد، أعيد عليك السؤال، إلى أي مدى تتفق مع الدكتور صلاح في أن هذا الدستور جاء ليحافظ على حقوق كافة فئات الشعب والمجتمع المصري؟ في الأول مساء الخير، برحب بحضرتك بالدكتور. أنا شايف إن موضوع الدستور الجديد هو أمل كثير من المصريين الذين يطمحون في الاستقرار بعد فترة معاناة خلال 3 سنوات مضت وقيمت من أجلها ثورة 25 يناير وأتبعها حكم جماعة الإخوان المسلمين الذين لم يحققوا المأمول في دستوريهم أو في حكمهم، وجاء الثورة 30 يونيو معارضة عن مطالب الشعب المصري. وأعتقد أن لجنة 50 خلال المرحلة الماضية قامت بمجهود كبير، لكن دعيني أوضح أن هناك إشكالية كبيرة، أن الشعب المصري يريد أن يعرف ما هو الدستور أولا، وهذا دورنا كإعلاميين في المرحلة المقبلة أن نوضح له ما هو الدستور حتى